هذا وقد شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهر البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ختام سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2019 في نسخته 15 والذي انطلق مساء أمس على حلبة البحرين الدولية وسط حضور جماهيري كبير من متابعي ومحبي هذه الرياضة العالمية. لدى وصول جلالة الملك المفدى كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى. وقد رافق جلالته حفظه الله سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى. وحضر السباق أصحاب المعالي والسعادة وكبار المدعوين. وقد توجه جلالته إلى القاعة الرئيسة للحلبة حيث تابع مجريات ومنافسات السباق. خلال السباق استقبل جلالة الملك المفدى صاحب الجلالة الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق وجلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم سلطان إسكندر سلطان وحاكم ولاية إقليم جاهور دار التعظيم بماليزيا وسمو الأمير تانكو إدريس إسكندر ابن السلطان إبراهيم والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واسم الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية واسم الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البحرين وفخامة الرئيس رستم ميني خانوف رئيس جمهورية تاترستان الروسية وصاحب السمو الملكي الأمير أندرو ديوك أوف يورك ومعالي السيدة جابريلا كوفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ومعالي رئيسة مجلس النواب والكونت أنتونيا بولزا. حيث رحب جلالته بضيوف البلاد وتبادل معهم الأحاديث الودية مشيدا بعمق علاقات التعاون والصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولهم الشقيقة والصديقة وما تشهده من تطور مستمر لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة الشعوب. من جانبهم أعرب ضيوف البلاد عن جزيل الشكر والامتنان لجلالته على ما لقوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وأكدوا سعادتهم بحضور هذه الفعالية الرياضية العالمية التي تحتضنها مملكة البحرين سنويا بمستوى عال من التنظيم. في نهاية السباق أعرب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على جهود سموه المثمرة والموفقة وسعيه المتواصل لتعزيز مكانة البحرين في الأوساط الرياضية العالمية. أكد جلالة أن نجاح السباق لهذا العام يضاف إلى الإنجازات الحضارية التي تواصل المملكة تحقيقها على صعيد الرياضات العالمية بفضل سواعد أبنائها المخلصة ودورهم الريادي في تنظيم واستضافة مختلف الفعاليات الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية. كما أعرب جلالته عن الشكر إلى جميع القائمين على حلبة البحرين الدولية مثمنا ما قاموا به من عمل وطني متميز وذو كفاءة عالية وبحرصهم على توفير كل الإمكانات والتسهيلات للزوار والسياح مؤكدا أن جهودهم الدؤوبة أسهمت في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي بمختلف جوانبه. نوه جلالته بالدور الذي تقوم به مثل هذه الرياضات الجماهيرية في توثيق علاقات الصداقة وتقوية صلات التواصل والتقارب وتعزيز تبادل الثقافات بين مختلف شعوب العالم مؤكدا أن البحرين كانت ولا تزال ملتقى لكافة الحضارات والثقافات ووجهة رائدة تحتضن الجميع على أرضها المعطاءة. كما أعرب جلالته عن تقديره للاتحاد الدولي للسيارات والفرق المشاركة والجهات الراعية على دورهم في تنظيم هذا السباق ومشيدا بأداء الفائزين خلال المنافسات ومتمنيا لبقية الفرق الأخرى حظا أوفر في السباقات القادمة. Thank you.
يستفيد، وهجوم اخر من لويس هاملتون على شارل كلير. الدي ار اس حتى الان غير شغال، وانطلاقه قوية لهولكنبرغ ايضا من الخلف. شارل كلير اذا بالمركز سيء، هل راح يقدر يستفيد؟ خلفه كارلوس ساينز طبعا من بعد اللوك اللي فعله عند دخوله المنعطف العاشر من الداخل. فيرستابن راح يقدر يحافظ على مركزه، ولكن كارلوس ساينز عم بيحضر لخروج افضل. فيتل بالصدارة، الفارق بينه وبين لوكلير سيء. البون، وهذا اللي حصل مع سترول ليغير جناحه الامامي، رايناها كلها من سيارة الكسندر البون. شوف الشرارة من بعد الثقب ايضا. وهون لويس هاملتون بالريبلاي ايضا على الانطلاقة لما تجاوز لوكلير. حاليا عم نشوف اذا في اي بنالتي على فيرستابن بسبب الحادثة اللي حصل. المنعطفات سريعة رح بتكون مهمة التجاوز اصعب، ودخول اول سيارة فيراري. شارل كلير من صدارة السباق، الحادث اللي تعرض عليه ببداية السباق مع سيارة الريسينج بوينت. هولكنبرغ على عكس زميله توقف وغير اطاراته لصوت ريكاردو السيء الوحيد اللي عم بيحاول تطويل السنت الاول. هولكنبرغ من الداخل مع الدي ار اس على رايكون، وهولكنبرغ للمركز السابع حاوليا بده يحاول الخروج بشكل افضل. وهولكنبرغ عم نتحضر له ريكاردو السيء الوحيد الاكيد عنده وان بيت ستوب او اللي عم بيخطط لوان بيت ستوب. هنا المنعطف العاشر، هل هاملتون لديه الدي ار اس؟ نعم رح بيكون على الارجح لديه الدي ار اس، ولكن فيتل مع اطارات الصف من الداخل. تجاوز بيتم من دانيال ريكاردو على ماغنسون، وريكاردو بيستعيد المركز. هاملتون من الخارج، هل بمر او لا؟ بنفس الطريقه، وهذه المره بمر من سيباستيان فيتل. وسيباستيان فيتل بتدور سيارته حول نفسها باوفر ستير كبير، هو وعم بيخرج من المنعطف الرابع. وحل امامي بيطير تحت السيارة على خروج المنعطف العاشر. شوف الارتجاجات على جناح الأمامي، وبعدها انكسر جناح. بجائزة البحرين الكبرى 1-2 للمرسيدس. هاملتون مش مصدق انه خطفها، ولكن عالم الفورمولا 1 عطل عن الاخرين بناخده، ليش لا؟ وهنا المناظر الرائعه من حلبه البحرين الدوليه، فوز للويس هاملتون يستحق اكبر. بعتقد كل جمهور الفورمولا 1، بعتقد انا اكيد انه كل جمهور الفورمولا 1 عم بيحس احساس كبير. روحك الرياضيه لويس هاملتون بيقول لهم، بيقولوا له طريقه رياضيه رائعه. طبعا هو تجاوز فيتل بطريقه رائعه، فعل كل شيء صح. اقول اللي صار، كان عندنا سياره رائعه وتر اميزنج ريس، ولكن هذه الموتور سبورت. ولكن بالفعل بعتقد الجميع فرح انه حصل على البوديوم على الاقل. ولويس هاملتون نرجع له، وهنا الفائز بالبحرين لويس هاملتون. تعادتني بشكل كبير، والا كنت راح اخلص بالمركز الرابع او الخامس على الارجح، ولكن كنت Crown Prince of the Kingdom of Bahrain. Well done to the Mercedes AMG drivers on their one team. وهنا لويس هاملتون عم بيستلم كأس المركز الأول. المركز الثاني فالتيري بوتاس، ولي العهد طبعا لمملكة البحرين، بيسلم لويس هاملتون صاحب المركز الأول. هنا مركز الأول للصانعين لفريق المرسيدس. طبعا فريق المرسيدس خطفوا 1-2 ما كانوا يحلموا فيها اليوم. أيمن توفيق المويد. وصاحب المركز الثاني فالتيري بوتاس، ما بعتقد فرحة بوتاس. وبطل اليوم، درايفر اوف ذا داي، بطل هالويك اند، تصفيق كبير لشارل كلير.